جزاكم الله خيرا. أبو أنس يقول: أنا مقيم بالمملكة وعندي أطفال أنفق عليهم وعلي دين وراتبي 1000 ريال، وأبي يطلب مني فلوس فأعتذر له فيغضب علي، هل أكون عاق لأبي بهذا؟ إذا كنت لا تستطيع أن تعطيه شيئا، ليس عندك شيء ولا يبقى من نفقتك ونفقة أولادك شيء، فأنت معذور، ولكن تقنعه، تطيب خاطره أنه ليس معك شيء. نعم.